رد الحقيقه في غايه الاحترام من المدير الفني. انت سؤالك كان كده بقى. انت انا بقى يعني انت بتقول لي علي رايك كيف لا علي انا معلول؟ كان فنيا. فنيا؟ فنيا. منتصر صراحة كان فنيا. لكن ما كانش لا ما رايك كانش. كيف ان علي معلول لعب مع تونس؟ لا دلوقتي هسمع انا راي بقى حضرتك. انا بقى كنت عايز اللي سال المدرب منتخب تونس لو الترجي عنده بعد 3 ايام نهائي كاس السوبر الافريقي كنت هتسأل عن ما هو رد قال المنتخب اولا. لا فين ما فيش حاجه دلوقتي المنتخب اولا. انا بس هرد يعني هكمل ده كلامي. ما لعبوش الماتش الاولاني. هكمل كلامي. هكمل كلامي. احنا بنتكلم على ماتش تونس وعلى الفرق ما بين الثلاث والجمعه. انا كنت اتمنى اللي سال على علي معلول المدرب تونس ساله على علي معلول انه لعب معاه والراجل طبعا كلام صح ان المنتخبات ليها الاولويه. كان بس السؤال بقى لو فرضا ان عندك لعيب بيلعب في الترجي والترجي عنده كاس نهائي كاس السوبر يوم الجمعه كنت هتستغنى عن. انا كنت احب ان يبقى اكمل السؤال الاول بالسؤال الثاني ده. راي حضرتك في قواعد. انا مع القواعد. اذا كان في لعيب له بديل وعندك بطولة مهمة مفيش مانع جدا انك انت ممكن تستغنى عن اللعيب. لكن طبعا 4 و5 و6 ده كتير. ده نمرة واحد. نمرة اتنين طول ما احنا ماشيين بالخواطر الزمالك وبيراميدز ومش عارف ايه يعني انت بتكسر كل القواعد. مش هتقدر تكسر القاعدة مع الاهلي. طب اشمعنى يعني؟ واشمعنى دي هي الكارثة. احنا لازم نكون اجانب في طريقتنا في الشغل. مفيش استثناءات. مفيش خواطر. مفيش عواطف بشكل عام. مش الاهلي، لا الاهلي الزمالك بيراميدز اي نادي. طالما انت طب انت سبت لعيبه الزمالك سبت لعيبه بيراميدز مش عارف ايه طبعا ما الاهلي كده. انما الراجل اتكلم صح طبعا وفقا للقواعد بتاعت الفيفا. لكن كنت اتمنى للسؤال الثاني ويرد عليه. اعتبر حضرتك ان هو اتسال رايك كان هيقول ايه؟ لا ما على حسب لو عنده بديل ليه لاي حد يعني في المنتخب. ما هو بديل ان الرسمي ما لعبهوش ولعبه في الودي. ما هو ممكن قوي يكون عنده بديل فيستغنى عن علي معلول. لكن ما عندوش بديل مش هيستغنى عنه مثلا يعني. واقول لك انا بصراحه يعني انا شايف ان يعني في بديل لعلي معلول في تونس. ايوه بديل ان هو ما لعبش رسمي. مش مهم يعني. لكن في بديل لعلي معلول في تونس. لانهم عندهم مجموعه الفرقه كلها محترفين تقريبا ما عدا لعيب واحد وعندهم لعيبه مميزه جدا يعني. يقدر في